وفوزه على المنتخب الناميبي، والفوز كان غير مقنع على الإطلاق. بالنسبة لك ايه اكبر مشكلة كانت موجودة عند المنتخب المغربي امبارح؟ بص حمودي، امبارح اللي بيتفرج على المباراة يدرك تماما ان المنتخب المغربي عنده مشاكل من الاساس في المباراة التحضيرية، وظهرت جليا قوي في المباراة بتاعت امبارح. انت بتتفرج على مباراة خط الوسط انا ما حسيتش باي دور ليه، بربيعه واللاعب اياد بن ناصر ومبارك بصوفه. مبارك بصوفه الشوط الاولاني ما كانش بيتحرك نهائيا، عامل باص كتير، ولكن الباص الكتير اللي بيعمله ده محمودي من الثبات وليس من الحركه. مفيش ديناميكيه ولا حركيه في المنتخب، حتى اشرف حكيمي الوحيد اللي كان بيجتهد في الطرف الايسر او الرواق الايسر بتاع المنتخب المغربي كان عنده مشكله في حته لما بيجي يرفع، هو طبعا مش باك شمال، هو باك يمين، فلازم في عدله. العدله دي كانت بتضيع عليه المجهود اللي كان بيعمله، لان بيحصل عليه ضغط على طول، فما بيقدرش يكمل الهجمه بالصوره التي ينبغي ان يظهر بها الهجمه المغربيه. نبيل درار امبارح كان مختفي تماما، كان مختفي بحاجه واحده طول المباراه، عمال بيشوح لزمايله وعمال بيتخانق، واي حد بيعمل له باص مش عاجبه بيقعد يتخانق معاه. تحس ان مفيش التلاحم والترابط في المنتخب. حدث بقى ولا حرج امرابط امبارح مستوى يعني بعيدا تماما عن المستوى اللي احنا شفناه بيه مع نادي النصر السعودي، وبعيدا تماما عن المستوى اللي احنا شفناه بيه في كاس العالم 2018. طيب معانا على الهاتف النجم الكبير هشام بوشروان، طبعا النجم المغربي الكبير، نجم نادي الرجاء السابق. كابتن هشام مساء الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا على اول سبورت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ليكم انتم وتحيه للجمهور. اهلا بيك، طبعا مبروك على الانتصار امبارح، وان كان يعني الجمهور المغربي وردود الافعال بشكل عام كان هناك حاله عدم رضا عن الاداء بعض الشيء للمنتخب المغربي، زي ما كان الحال حتى عندنا في مصر بعد الفوز على زيمبابوي. عايز اعرف تعليق حضرتك على المباراه امبارح يا كابتن هشام. اولا مبروك لمصر والمغرب، يعني الثلاث نقاط الاولى. صحيح ان الاداء ما كانش مقنع، لكن النتيجه اهم حاجه في المباراه الاولى، يعني في المجموعه هي الانتصار. ثلاث نقاط مهمه، لكن الاداء ممكن يتحسن يعني في المباراه اللي جايه. المهمه ثلاث نقاط، لكن كما قلت يعني المستوى مش مقنع. اظن ان الحراره اثرت نوعا ما على الاداء اللاعبين، وشفنا في الشوط الاول يعني تحركات اللاعبين ما كانش يعني زي العاده. هذا شيء طبيعي، يعني اللاعبين كلهم يلعبون في اوروبا، يلعبون في درجه حراره منخفضه، لكن هذا مش تدريب. صحيح ان المنتخب المغربي يعني اداؤه ما كانش مقنع حتى في المباراه الوديه الاخيره، في المباراتين ضد زامبيا وضد ناميبيا ضد غامبيا، لكن اظن المباراة الافتتاحيه دائما ما تكون صعبه. بس ان شاء الله نشوف اداء يتحسن ان شاء الله في المباريات الجايه. بعض الامور الفنيه كابتن هشام، يعني اولا قصه حكيم زياش انه ما بيشاركش في مكانه الموجود فيه في اياكس امستردام كجناح ايمن، في الغالب بيكون جناح ايسر او في عمق الملعب، تفضيل مرابط عليه في هذا المركز، البدء بيوسف النصيري مش بخالد بوطيب، يعني الامور دي في الملعب كيف رايتها؟ بصراحه يعني حكيم زياش لاعب ممتاز، يلعب تقريبا يعني في كل المراكز الاماميه، على الاطراف وسط وراء المهاجم، فكل المراكز هذه ممكن يعطي فيها اضافه. لكن زياش شفنا الان يعني تحركاته وقذفاته يعني كان خطير نوعا ما على المنتخب الناميبي، لكن مش بالخطوره اللي تعود زياش يعملها يعني في المباريات السابقه، لكن ممكن يتحسن المجموعه ككل يعني. وشفنا تغييرات المدرب يعني بالنسبه لي يعني كانت ناجحه، دخول بوفا اعطى اضافه للخط الامام واعطى يعني حركيه وديناميكيه جديده للمهاجمين، بتحركاته ومراوغاته وخطورته يعني في ال 20 متر الاخيره. اظن ان المنتخب المغربي عنده مؤهلات كبيره، لكن لسه ما شفنا يعني توظيفها في رقعه الميدان. ان شاء الله بنشوفه يعني ضد الكوت ديفوار رغم صعوبه، لانه مجموعه المغرب اضعف حلقه هي ناميبيا، تطرنا عليها في المباراه الاولى، لكن الصعوبه جايه يعني في المباراه الثانيه والثالثه. هل بالنسبه لك تفضل ان المنتخب المغربي يبتدي مباراه الكوت ديفوار بالتشكيل اللي ختم مباراه ناميبيا، ولا شايف انه تشكيل اللي رونار اختاره في البدايه كان هو الافضل؟
ممكن يصير تغييرات لانه طرح المباراه يكون على حساب الخصم مثل عبد الصمد. رونار يعرف الكوت ديفوار جيدا لانه كان مدرب سابق للمنتخب الكواري. غياب الهندا اللي كان صعب يعني حتى الاخر اخر دقائق قبل المباراه. مشروع ممكن نشوفه يعني اساس في المباراه اللي جايه. ممكن نشوف بوفران اللي كان جيد بالامس. ممكن تكون تغييرات كثيره على التشكيله لكن الثوابت ستبقى يعني موجوده لانه مش اي مدرب ما مش ممكن انه يغير يعني خط او ست لاعبين في التشكيل لانه لازم يعني يخلي العناصر الثابته ممكن تكون تغييرات بسيطه. كابتن هشام بوشروان نجم المنتخب المغربي السابق ونادي الرجاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا مبروك للمغرب وباذن الله يتحسن الاداء في المباراه في المباريات الجايه غالبا في المواقف دي بيكون التبرير انها لسه البدايات ده كان عند مصر وده كان عند المنتخب المغربي وانه الجاي هيكون افضل مع عوده بلهندا مع بعض التغييرات قدام كوت ديفوار هل شايف ان المنتخب المغربي يقدر يكمل في البطوله الادوار بعيده ولا حاسس ان في مشكله مزمنه في المنتخب بص يا حمودي المشكله اللي انت بتتكلم عليها ديت كان ممكن يتم علاجها من المباريات التحضيريه السيئه اللي عملها المنتخب المغربي امام جامبيا وامام المنتخب الزامبي ولكن واضح ان الاخطاء لسه متكرره واضح ان مفيش اي تحسن حتى ولو تدريجي او طفيف في اداء المنتخب المغربي امبارح توقعت معاك قبل المباراه ما تبتدي ان المنتخب المغربي رغم ان ناميبيا مستواها متواضع ولكن المنتخب المغربي ما بيأديش بشكل جيد وممكن يعاني في المباراه ان انت كنت بتلعب امبارح امام ناميبيا وناميبيا بتلعب بطريقه دفاعيه بحته 9 تحت الكره واحيانا 10 تحت الكوره كان في عندك مشكله كبيره جدا حتى يوسف النصيري يا محمودي ما بينزلش عشان يتحرك يفضي اماكن هو مكتفي بالوقوف جوه ال 18 ما فيش حتى اوفر بيتعمل له كويس لا من نبيل درار ولا من اشرف حكيمي ولا حتى مرابط ولا حكيم زياش حكيم زياش كان يعاب عليه امبارح والاكثر محاوله على المرمى ولكن اي كره محمودي كان حكيم زياش بتتهيأله ان هو يسدد ما بيهداش على كورته على طول بيقوم مسدد والتسديد كان بيبقى سيء انت بتتفرج على شوط اول للمنتخب المغربي اللهم الا تسديده واحده لنبيل درار اللي حارس المرمى هي كانت طالعه بره بيحاول ان هو حتى ينقذ مرماه ان ياكد عليها الكوره انت بتتفرج المنتخب المغربي الى حد ما تحولش اداؤه الا بخروج بنزول سفيان بوفال مكان مهدي بوربيعة هو ده اللي عمل الى حد ما تغير في الاداء بيعرف يعمل دريبل كويس بيقدر يحاول على المرمى كويس حتى الهدف اللي انت دخل فيه جابه المنتخب المغربي بهدف عكسي يعني خلاص المنتخب المغربي امبارح قاب قوسين او ادنى من التعادل اعتقد يا محمودي ان الاداء السيء اللي ما تصلحش في المباراه التحضيريه ولا مباراه امبارح صعب جدا ان انت هتشوف الاداء افضل في المباراه القادمه للمنتخب المغربي امام جنوب افريقيا او امام كوت ديفوار اللي هم يعتبروا خصوم قويه جدا انت كنت بتلعب منتخب متواضع جدا امبارح ورغم من كده عانيت معاناه شديده ما فيش اي حلول على ارض الملعب اللهم الا يوسف بوفال لما نزل امبارح وكان بيحاول على استحياء كده حكيم زياش ولكن كان كل محاولاته تفتقر للدقة وتفتقر حتى للإنهاء الجيد عشان نشوف خطورة معتادة للمنتخب المغربي اللي كان غايب تماما عن أي نوع من أنواع الخطورة اللي تقدر تقول عليها ده المنتخب المغربي اللي احنا نعرفه